سلطان اليوم ضيفتنا باستوديو دريفن، شو ما نحكي عنا وشو ما قلنا عنا يمكن بدنا نرجع لشغلة وحدة، سيارة عم تنتجها هوندا لأكثر من 4 عقود. سيارة لو منا ناجحة كانوا وقفوها، هيدا هو حقها للهوندا أكورد يلي هي اليوم ضيفتنا باستوديو دريفن. هوندا عندهم فلسفة خصوصي، تخيل الأكورد سيارة بيعود لسنة 1976 أول إطلاق لإلها، ومن وقتها لهلا هيدي السيارة مبيعاتها عم بتزيد، بالرغم من إنه بهالقطاع من السيارات بتحس أوقات المبيعات عم تنزل، ولكن الأكورد محافظة على اسمها، محافظة على جودتها، ومحافظة أهم شيء إنه المستهلك لما يشتري الأكورد بيعرف حاله إنه مرتاح البال للأفتر سيل، يعني للريسيل فاليو 100%. فلسفة هوندا بالتصميم صارت واضحة بكل طرازيتها. طلع بالمقدمة وشوف الحياة كلها حيوية، كلها عم تضج بالحركة وبالديناميكية، يعني ليك طلع هوني هالحفاف يلي عادة ما منشوفها هيك بمقدمة السيارات دغري تحت المصابيح، وليك ما لنا مصابيح، يعني إذا بتتأمل فيها للمصابيح بتحس حالك بشي مركبة فضائية. وزيك مش شعر بيت، دايما هوندا بياخدوا أفكار من الأسماك. هنا بنشوف الهامر هيد شارك بكل هذه الزاوية كاملة من أول هنا إلين هنا، فعلا عبارة عن قرش متوحش، يعني في لمسات الوحشية في التصميم إضافة لنا النعومة في إجمالي الشكل الكامل، وكمان مصابيح الضباب LED وهذا نادر ومنشوفه في سيارة في الفئة هذه وبهذا السعر. خلينا نتكلم على الجانبية شوي. جانبية، أول شيء بتطلع بالجنوطة 17 إنش مع كفرات ميتشلن. شكرا، يعني أنت بتتكلم أنت على التكنولوجيا الأوروبية والأداء العالي اللي واخدينه من عالم التجارة الأوروبية والتكنولوجيا وتعطينه في سيارة يابانية، سيارة يابانية عملانية. ولكن الخطوط الجانبية خطوط كتير حلوة عم تبين قديش السيارة انسيابية، إن كان للجهة العلوية أو حتى إذا طلعت بالجزء السفلي كمان بتشوف خطوط عم تمتد من قدام لورا وعم بتزيد الموضوع أكتر حيوية. وأكتر شيء بينفت لك نظرك إنه شوف هون خط السقف، عادة بسيارات السيدان معودين على سيارات نص بوكسي، ما نقول كثير بوكسي صندوقية، ليك هون خط السقف كيف جاي منحني بطريقة كتير حلوة، وحتى إذا بتوصل للمؤخرة بتشوف المصابيح الخلفية كيف حاضني المؤخرة كلها، وبتشوف يعني التاتشز يلي شفناهن كمان عم تتكمل صورتهم من خلال المؤخرة، ولكن المساحة الزجاجية كمان. الأنوار الخلفية مع دخولها في الصدام بتفكرني بالفيرست جينيريشن أكورد، نفس الفكرة، فيعني بتضلها هي أكورد السيارة الناجحة من هوندا. كل طرازات هوندا سلطان، إذا بدك تحكي من الطرازات الصغيرة للطرازات الكبيرة تم ترقيتها. صح، يعني بتطلع ليك الرحابة أول شيء بتفوت على المكسورة بيلفت لك النظر الشاشة. ليك هالشاشة مش كبيرة، هي الشاشة كبيرة جدا، ولكن أنا عندي مشكلة مع لغة التصميم كلنا للشاشات هذه، إنها هي فكرة بعد ما صمموا الطابلون شيء هيك إنه انزادت منا هيك مدمجة بقلب الطابلون. الخشب حبيته جدا ومبين عليه جود كواليتي، كان ينقص في الموديلات اللي فاتت، الان صار موجود في هذا الموديل، جلد ممتاز جدا. الكواليتي حق هوندا معروف، كواليتي افضل بيلد كواليتي في السيارات اليابانيه هي هوندا بلا منازع. انا بالنسبه لي مكسوره داخليه رحابه، راحه، انشراح، مواد كمان مستعمله اكثر من المطلوب. سلطان نحن وعم نشوف المحرك بدي اقول لك كمان انه هوندا باختبارات التصادم 5 نجوم وتحديدا الاكورد، واهم من هذا كله هوندا مع الاكورد عطيتنا كل وسائل السلامه والامان اللي فيك تتخيلها ويلي ما فيك تتخيلها. محرك جميل جدا 1.5 لتر 191 حصان تيربو تشارجد، تكلم انت محرك جدا صغير ولكن عنده التورك وعنده الهورس باور 260 نيوتن متر، زائدا انه CVT، فعندك انت الباور استجابه العاليه اضافه الى الهدوء في الهاي سبيد، كتركيبه لمحرك في السياره هذه وللفئه هذه هو يمكن التوب نوتش. مثل ما قلت لك بالبدايه قد ما حكينا عن الاكورد يمكن تاريخها هو اللي بيخبر عنه. صحيح، اكثر من 40 سنه ومبيعات عم ترتفع سنه بعد سنه. السعر السعر هذه السيارة عندنا بالمملكة العربية السعودية متوقعين هيبدأ سعرها من حوالي 93 إلى 136 ألف ريال سعودي give or take، على حسب الألوان وعلى حسب المواصفات وعلى حسب الأوبشنز اللي فيها. هلأ رح نترك ستوديو دريفن ورح نترك الهوندا أكورد ونروح على سكوتلندا، هونيك رح يكون بانتظارنا سيارة بتنتمي لعائلة بورشي الألمانية واسمها كايمان
718 جي تي 4. شو رايك اول شيء بالاسم جي تي 4؟ يعني تكنولوجي، عالم السباقات حقت بورشا انحط فادي السياره للشارع العام.